أهلا، كيفكم؟ اليوم راح أحكي لكم عن تجربتي في مطعم تيسورو في تاج دبي. اخترنا نجرب البرانش، يكون كل يوم جمعة من الساعة 1 إلى 4. الأطباق اللي يقدمها المطعم عالمية ويكون على جزئين، إما بوفيه ولا منيو. البوفيه كان معجنات وأجبان والحلا، وكان في لايف ستيشن باربيكيو. المنيو في أطباق مرة كثيرة، نقدر نختار 8 مقبلات وطبق رئيسي، وطبعا آخر شيء بوفيه الحلا. بس ما شاء الله لما جت فقرة الحلا كنا مرة شبعانين، ما أمدانا نحلي. بس بشكل عام الأكل مرة لذيذ، طبعا غير الأشياء اللي ما جربتها. خدمتهم مرة سريعة ومرة كويسة، خلينا الويتر هي اللي تختار لنا المقبلات اللذيذة، وحطت لنا أحلى شيء في المنيو. أكثر شيء حبيته غير الأكل القعدة حلوة، وكان في قعدة برا مطلة على برج خليفة، بس كان مرة حر وقتها ما قدرنا نقعد. وبرضو اللايف ميوزك معطيها جو للمكان. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، بليز لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب. شكرا.